أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. يقول السائل: قد مر بنا حديث أن ما بين السماء والأرض كإحدى أو اثنتين أو 73 سنة، ثم السماء فوقها كذلك حتى عد 7 سماوات، وجاء في حديث آخر أن ما بين السماء الدنيا والسماء الأولى 500 عام. نعم، ورد هذا وهذا، ولا تنافي بين 74 أو 500 عام. هذا يقولون بحسب السير، حسب السير السريع والسير البطيء، والله أعلم. نعم، وأيضا 74 لا يفيد الحصر، لا يفيد الحصر، العدد لا يفيد الحصر، فلا يمنع أن يكون هناك ما هو أكثر من هذا العدد.